أبطالي يا أهلا، تخيلوا من الأمن والأمان أصبح منعدم حتى في الدول العظمى. يعني مثلا بنسمع دايما عن الولايات المتحدة الأمريكية وقد إيه هي دولة مثالية وكل حاجة فيها جميلة، ولكن للأسف يا أبطال حابب أقول لكم إن كل اللي بنسمعه في الأفلام ونشرات الأخبار ما هو إلا مثالية مزيفة. والحقيقة إن الولايات المتحدة الأمريكية بيحصل فيها حاجات في غاية البشاعة، وفي حلقة النهاردة أنا جاي عشان أثبت لكم ده عن طريق تسجيل صوتي خطير جدا تم تسريبه من قبل رجال المخابرات لشخص كان بيتعرض لهجوم غريب ومرعب التسجيل ده ما زال لحد الوقت الحالي هو لغز غامض محدش عارف يحله. هنشوف التسجيل ده ونسمعه مع بعض، ولكن هقف عند نقطة استفزتني جدا، ويا رب يا أبطال تبدلوني نفس الشعور، لأن الموضوع بصراحة عمل لي جنون وأنا قاعد بسمعه. والنقطة التانية وهي قصة اختفاء الراجل أو اللغز اللي كان في النهاية واللي حله فعلا هيكون محتاج شرح كتير جدا، فخلونا ما نطولش اكتر من كده ونبدأ المقطع، يلا بينا. مارو هو انت فين؟ مارو انت اختفيت؟ مارو هو انت جيت؟ مارو انت اتخبيت؟ عشان فاهم مش حافظ، خايف اني انسى، بحرق في المشهد كأني نهاية المسلسل. عرض القفا هو مستك مارو موسى، يعني مستة منع كل الكومنتات زي ميدو على الانستا. الاول يا ابطال عايزين نوصل المقطع ده ل10,000 لايك، لان بصراحة لما المقطع بيوصل للرقم ده انا بفرح جدا وبحس ان انا مرتاح نفسيا، وحاسس ان في ابطال قاعدة قدامي وبتتفرج وبتقدر التعب والمجهود اللي انا بعمله. حرفيا انا بفضل سهران طول الليل عشان الفيديو ينزل في ميعاده الساعة 2 وتستمتعوا بيه وتكونوا مبسوطين، فما تبخلوش باللايك، ده اقل حاجة ممكن تقدموها لي. ولو عايزين تيجوا على الانستجرام فهناك بنتبسط جدا وبطلع لايف، حياتنا هناك اسهل، ولو عايز اتواصل معاكم بتواصل معاكم هناك بشكل اسرع، فتلاقوا الانستجرام بتاعي تحت في الديسكريبشن، قاعد حزين كئيب متوحد، انزلهم واعملوا لي فولو، مستنيكم هناك. في 9 ديسمبر سنة 2019 البداية كانت مكالمة عادية جدا لمركز الشرطة في لوس أنجلوس من شاب يدعى اسكوت. اسكوت كان بيبلغ الشرطة وبيقول لهم ان في احد الاشخاص الغامضين اللي بيهجموا على احد جيرانه في منتصف الليل. الساعة تقريبا كانت 1 بالليل. خالص جدا، يعني مش محتاج اي تفكير، والشرطة لازم تتحرك في اسرع وقت. ولكن للأسف رد الشرطي كان مستفز جدا، واللي قاله خلى مخي كده يتجنن، ازاي دولة زي امريكا ما عندهاش اي امكانيات بالطريقة دي؟ فتعالوا اسمعوا التسجيل وشوفوا اللي حصل. Is there any sort of sign of forced entry? No signs of forced entry. The door is closed and everything. He's got a back door but I can't see it from here. Maybe that's how they went inside. Wait.
I just saw something. What did you see? Oh, shit. I see him. A man. A person. I see him. He's walking away from Jim's house. From the back. Oh, man. Can you describe this person, Mr. Chance? He's dressed all in black. I can't really tell what he's wearing. He's got his face covered, too. Oh, man. This isn't good. Mr. Chance, I've got a call. I think he's moving to the other house. Hang on. All right. I don't think Susan's home, but this is not good. Hang on. Shit. That was him. He's breaking in. That's Susan Greer's house. She lives right next to Jim. He probably broke her back window. I think that's what I heard. Shit. This is bad. Can you send the police over, please? I'm going to contact the local unit and send them your way, Mr. Chance. In the meanwhile, I'm going to need you to stay on the phone with me and update me on the situation. Is that all right? Yes, of course, of course. All right, hang on for a few seconds, please. All right. وهنا النقطة اللي جننتني فعلاً. تخيلوا كده نفسكم مكان الراجل ده، حطوا نفسكم مكانه بجد، بينكم وبين المود دقيقة واحدة، في مجموعة أو عصابة مجهولة بتقتحم البيوت اللي جنبكم والدور جاي عليك، وأنت على طول قررت إن أنت تتصل بالشرطة، مسكت تليفونك وقلت ألو مركز الشرطة، لو سمحت أنا بتعرض لهجوم قوي دلوقتي والناس جاية تقتلني، يقوم ضابط الشرطة يقول لك معلش يا فندم إحنا آسفين، كل الناس اللي عندنا وكل الضباط اللي عندنا راحوا لحادثة قريبة كده وهيجوا لك إن شاء الله بعد ما تموت، موت أنت بس بسرعة وخلصنا منك وهنيجي نشيل جثتك. الموضوع بصراحة كان مرعب جدا، واللحظات دي في غاية الغرابة. وهنا نيجي للنقطة اللي أنا عايز أكلمكم فيها وأوصلها لكم. الولايات المتحدة زي ما بنشوفها في الأفلام إطلاقا، يعني في الفيلم بيكون أصلا الشرطة واقفة في مكان الحادث قبلها بيومين وعارفة إن الحادث هيحصل، على إنها دولة عظمى ومفيش أي حاجة بتقف قدامهم، ولكن للأسف الشرطة بتتأخر جدا على ما بتحدد مكان المجرم وعلى ما بتوصل له، بالرغم من إن عندهم أدلة كتير وعندهم كاميرات مراقبة وطرق وعندهم إمكانية إن هم يوصلهم، ولكن هم دايما بيوصلوا متأخر. مش فاهم بصراحة إيه السبب، يمكن خايفين من المواجهة أو عايزين يكتسبوا معلومات أكتر عن المكان اللي رايحينه عشان تكون المواجهة قوية ويعرفهم يطلعوا بأقل الخسائر، ولكن تأخيرهم ده أدى لخسارة روح شخص توفى أو عدد من الأشخاص، لأن الحي بالكامل كان بيتعرض لهجوم هتعرفهم في نهاية الحلقة، لأن اللغز اللي جاي مرعب جدا. فتعالوا نكمل. Mr. Chance. Yes, I'm here. Sir, I'm sorry to inform you that at the moment all our units have been dispatched. There's been an accident at the 405 by Inglewood as a result of a car crash, and there's a pileup, several dozens of cars. So unfortunately we've got everyone over there, and there doesn't seem to be an available unit to assist you. Now with that said, what? Serious? There's not a single officer or whatever you can send? Like I said, Mr. Chance, the accident that happened at the 405 is very serious, so all of our men are there. Okay, okay, okay. But still, I mean, what now? This guy's just going to go around freely robbing all of us? I mean, what now? While our officers are dealing with the accident, I'm going to stay on the line with you, Mr. Chance. I've got my colleague here on the phone with the captain over there, and as soon as possible, we'll send a unit to your location. But for now, we are going to deal with this together, all right, Mr. Chance? Fine, fine. I'll walk you through the situation when need be, okay? All right. Very well. Thank you for understanding, Mr. Chance. Now, the first thing you need to do is quietly and discreetly lock all of your doors. I already did that. That was the first thing I did. I turned off all the lights and I locked all the doors. Very well. That's good. Where are you right now in your house? I'm upstairs, in my bedroom. Okay, good, good. This is how we need to stay for right now, okay? No light and no noise. Don't bring any attention to yourself. Alright, alright. Okay, what can you tell me about Susan's house? Any movement going on inside? Yeah, occasionally. I just saw shadows moving around upstairs in the bedroom. It's like someone's walking about, looking for something or... Mr. Chance, were those gunshots? Oh, fuck, they were. Where did they come from? They came from the house of the guy that lives next to Jim. I forget his name. Oh, Jesus. There's more than one? There's someone still over at Susan. Listen, what's Mr. Chance, you need to stay calm. ودلوقتي سمعنا صوت طلقات نارية. كده عندنا احتمالين. الاحتمال الأول هو إن حد من الناس السكان اللي تحت اتضرب بالنار وخلاص فارق الحياة. أما الاحتمال الثاني فهو تهديد صريح للي موجود في البيت اللي اتضرب النار بيكون قريب منه. معنى كده إن الراجل اللي بيكلم الشرطة في خطر شديد جدا، وبرغم كده الشرطي بيكلمه بكل برود وعمال يديله نصايح غريبة جدا، وكأنه بيقول له خليك واقف في مكانك لحد ما يجوا يموتوك ويخلصوا عليك. I know it's easier said than done, but it's important that you remain calm. I'm here with you. I'm helping you through this, okay? Okay, okay, okay. I think the guy, the one whose house the shots came from, I think he once told me he owned a gun. I think maybe that was him.
Can you look out the windows, Mr. Chance? If so, tell me what you see. And remember, stay inconspicuous. Okay, I will. I don't see anything in the guy's house. All the lights are off. Nothing's happening. Susan's... What the... There's a light in Susan's house. There's a light inside one of the bedrooms. Do you see anyone inside? Oh, I can't see anyone. But the light, it's flickering. Looks like it could be a candle. Are you sure it's actually coming from inside the house? It could just be a reflection of something. Yeah, I'm sure. It's definitely inside one of the bedrooms. It's just dancing around inside there. That's a candle, I'm sure. Maybe she was home? Maybe that's her. Could it be? I don't know, Mr. Chance. Can you see anything at all inside now with the light? Shadows, figures, anything? No, nothing. I don't see anything. I can kind of see inside a little bit, but nothing. No one. What about the police unit? When can they come? Well, Mr. Chance, I'm keeping in touch with my colleague here. He's keeping me updated on the accident situation, and it looks like we might have a unit available for you shortly. Oh, yes, thank you. عاوز اقول لكم ان دي اول محاولة للشرطي ان هو يتواصل مع زملائه ويعرفهم ان في حاجة خطر عمالة بتحصل. وتعالوا كده شوفوا رد فعل الراجل ده بعد ما عرف ان الشرطة اخيرا هتوصل، وبعد كده اتأكد ان هما مش هيوصلوا وان هو هيفارق الحياة قبل ما يجوا لانهم هيتأخروا لوقت طويل. وكده ادوله امل وسحبوا منه الامل مرة تانية، كأنك حييت شخص وبعدين رحت قتله. تعالوا نشوف. تخيلوا يا جماعة ان الراجل ده حاليا وهو في موقعه ده سمع صوتهم وهما بيتكلموا ومش عارف يحدد هما بيتكلموا عربي ولا روسي ولا انجليزي ولا لغة ايه اللي بيتكلموها دي. ولما الشرطي حاول ان هو يسمع ويستوعب اللغة هو كمان مفهمش اي حاجة. فمن الواضح كده انهم قدام كيان مرعب جدا، واللي بيحصل حاجة خطيرة وفي غاية الرعب. تعالوا نكمل. Must have seen me, I'm sure. There's no way he didn't see me. He was facing me, my window. Okay, Scott. He was literally facing Scott, me. Scott, listen. Stay calm. Don't panic. You need to be thinking clearly now. First thing you need to do is find something to protect yourself with, okay? Preferably something long range to avoid close contact. A baseball bat, a sturdy broom, whatever you can find. Something resilient. Okay, I have a baseball bat in my closet. Good. Go get it, Scott. Okay. Now, Scott, if that person did in fact see you, it does not automatically mean that you're in danger. At this point, it's just a possibility. But still, in any event, we need to be prepared. So this is just a safety precaution. Okay, I understand. I got the bat. Very well. Is there any place where you can hide in your house, Scott? Like an attic or a cellar? I have both. Which one should I go to? Which one is safer? Well, do you get any signal on your phone in the cellar? No, I hardly get any signal there. I hadn't thought of that. All right, then you're going to have to head on into the attic. All right.
دلوقتي هما متوجهين ليه عشان يخلصوا عليه، والشرطي بيقول له حاول تحمي نفسك بعصاية بيسبول او المكنسة الكهربائية اللي عندكم في البيت، المهم حاجة تكون صلبة. يعني عصابة كاملة داخلة عليك بأسلحة شكلهم مرعب ومخيف وانت واقف لهم بعصاية بيسبول. يعني بصراحة الشرط ده لو كان متخرج من حضانة النور كان ادى نصايح اقوى من كده. الشرط ده يا جماعة هيجيب لي شلل من كمية البرود والغباء اللي عنده والنصايح الغبية اللي هو بيعملها. يعني مثلا كمان قال له انا لو نزلت القبو هيكون امن بس مفيش شبكة، قال له لا خليك فوق في الاوضة طالما مفيش شبكة عشان نفضل على تواصل. طب انت يهمك التواصل في ايه اكتر من ان هو يبقى في امان؟ ده انت ناقص كنت تقول له حاول تفتح هوت سبوت من اي حد في العصابة عشان تصرف امورك. بصراحة الضابط ده يعتبر خطر على الامن القومي اكتر من العصابه نفسها. تعالوا نكمل. What else do I need? Is there anything else? I think for now that's about all we need. We're heading into the attic and staying put until the police arrive, okay? Sound good? Yes, okay. Going into the attic now. All right. You're doing great so far, Scott. Thanks. And thanks for the help so far, man. I really appreciate it. You're welcome. I'm here to help. Yeah, I'm not sure I caught your name there, by the way. My name is Adam. Adam Harrington. All right, Adam. Thanks again. Not a problem. Okay, I'm here by the attic. I'm going in. Good, good. You should be safe up there. Oh, Scott, I just got a word from my colleague. Yeah? He says they were able to allocate two officers, so a unit has already been dispatched to your location. They should be there in about 5 minutes or so. Jesus Christ! Scott, what was that? Scott, talk to me. What's going on? Scott. They're here. They broke my cellar window. They're inside. I'm in the attic. Okay, okay. Listen, listen carefully. You have your bat with you, right? Yeah. They still don't know where you are. Maybe they won't even find you, but you need to be prepared for confrontation, all right? If any one of them comes close to you and tries to attack you, defend yourself. Hit them with the bat. Try to knock them out. If they manage to grab you, if it comes to close contact, you kick them between the legs, stick your finger in their eyes, do whatever you can to incapacitate them. Don't let them overpower you. Stay calm, Scott. You can do this, all right? You can do this. Stay prepared and stay vigilant. Can you hear them at all? Are you sure they're inside? Yes, they're inside. I can hear them. Where are they? They're downstairs. I hear their footsteps. Okay, okay. They're down there. Just keep listening and let me know what's happening. I'm going to help you as much as possible. Why isn't the police here yet? What's taking them so long? They're on their way, Scott. They're heading there as we speak. They'll be there in no time. They're coming upstairs. All right, Scott. Scott, listen to me. From now on, you need to stay quiet. Do not make any noise. I'm still here to help you, but you need to stay silent. بيقول له أنا ما زلت هنا لمساعدتك. يا جماعة أنتوا متخيلين؟ أنت شرطي أنت المفروض تبقى مايو. والله أنت خرجتنا عن شعوري. يا جماعة أنتوا متعصبين زيي ولا أنا اللي دمي اتحرق لوحدي؟ يعني قولوا لي كده لو بتبادلوني نفس الشعور، فلو سمحت قولوا لي في الكومنتات، قولوا لي في الكومنتات بس. Starting now. They're here. Scott, stay quiet and don't speak. I need help, please. Don't speak. You need to stay quiet. I need help, please. Stop. Stop. Be quiet. They'll hear you. أرجوك لا تتكلم، هيجوا يموتوك حالا وأنا هنعدي عليك بكرة. حاول تتغدى يا بيبي وخد بالك من نفسك. يلا يا حبيبي في أمان الله. يا شرطي يا شرطي، الشرطة طالعة على السلم تخلص على أمه. أنت معانا؟ أنت من كوكب الأرض ولا أنت من كوكب عطارد ولا إيه؟ إيه؟ Scott, what's happening? Scott, talk to me. What's going on? I can help you. Talk to me. يا عم بيموت بيموت، يتحدث معاك ازاي؟ بقولك بيموت. If they do break in, you need to fight back. Do you hear me? Scott, remember what I told you. Fight back. Do whatever it takes to take them down. Scott, talk to me. They're not people.
forgot. What did you just say? They're not people. What? They're not people. They're not people. Scott, what's going on? They're not people. Scott? They're not people. Scott? سكوت انت بقى، سكوت انت بقى، سكوت خلاص، الله يرحمه. كان اخر كلماته زي ارنولد بيبول، يعني الراجل بيقول لك دول مش بشر وانت عمال تقول له كلام غريب. فبتهيالي سكوت مات ابشع موته ممكن يموتها في التاريخ، مات متجلط من شخص غبي شرطي قاعد بيديله نصايح غبيه، ومن عصابه خطيره مش عارفين مصدرها جت هجمت عليه وخلصت على روح امه في قلب البيت. يا عيني والله صعبان عليا يا سكوت يا اخويا. المهم يا ابطال، سكوت بعد ما مات الشرطه راحت بعد 15 دقيقه واكتشفت حاجه مرعبه جدا، وهي ان البيت اللي كان سكوت ميت فيه ما كانش فيه اي اثر لاي جثث اطلاقا، ولما دوروا في البيوت اللي جنب سكوت كمان ما لقوش اي اثر، ولكن لقوا صورتين مرعبين جدا، والصورتين دول كان فيهم مناظر بشعه ورموز شيطانيه. الحقيقه الصورتين دول مش هينفع احطهم على اليوتيوب لان قوانين اليوتيوب بتمنع كده، فهسيبها لكم دلوقتي في ستوري في الانستجرام تحت. لو دخلتوا في الديسكريبشن تحت هتلاقوا اللينك بتاع الانستجرام وهتلاقوا الصورتين رفعوهم ستوري، فخشوا شوفوا الصورتين هتفهمهم كل حاجه. وسكوت دلوقتي الله يرحمه والشرطي ده ربنا ياخده. وبس يا ابطال، انا توقعي صحيح للحلقه دي ان الناس دي كانت عبارة عن عبدة شيطان او ناس من الدارك ويب، لان الصور والرموز اللي كانت فيها كانت بتدل على انهم واحد من الاثنين. وبصراحة انا مش قادر افسر ايه اللي حصل او ايه اللغة اللي كانوا بيتكلموها، وما زالت القضية دي لغز لحد الوقت الحالي ما تحلتش. فاتمنى يا رب يا ابطال ان المقطع يكون عجبكم. لو عجبكم المقطع ما تبخلوش ان انتوا تدوا لايك، ولو حابين تشوفوا الصورة فخشوا على الانستجرام وشوفوا الصورة، وما تنسوش كمان تشاروا المقطع مع كل مكان. مع انا مش عارف الحلقه دي مالها يعني، ما تنسوش تشاروا المقطع في كل مكان. كان معاكم اخوكم عمار محمد اللي دايما بيحبكم، واشوفكم على خير في شورت في مقطع جديد. سلام يا ابطال.